السلام عليكم وعواشركم مباركه. وتنعتذر الناس اللي تيشوفوا هذا الفيديو، ما وجهي ما تيبانش لاسباب بزاف بزاف شخصيه. تنعتذر بزاف. المهم تنشكر المحسنين اللي بالفضل ديالهم انايا ترقيت وليت الحمد لله مستوره وليت بزاف الحوايج. التغيير اللي طرا لي في حياتي انني كنت ما كانش عندي الفراش، لا الحمد لله عندي فراش. ثاني تغيير انني كنت كاريه غير بيت وصغير بزاف وكان فيه البروده وبلا كوزينه، دابا الحمد لله انا كريت دويره وبنفس الثمن اللي كنت كاريه البيت. وثالث تغيير انني يعني ما كانش عندي باش نصرف ولا باش يعني عام وانا تنعاني الفقر، ودابا حاليا الحمد لله بفضل المحسنين وبفضل اذاعه الايام 24 يعني الحمد لله عندي باش نصرف وعندي باش ندوز الحمد لله رمضان واخا ما خداماش. وعندي وربي سهل، وثاني حاجه ربي سهل عليا بواحد الناس يعني جيراني اللي انا دايرهم حاسبهم عائلتي، حاسبهم خوتي، حاسبهم كل حاجه، لانني كنت هذه مده عام تقريبا ولا اكثر يعني تقريبا من نهار اللي تزادت بنتي وانا تنعتبر راسي وحدانيه في الدنيا. كاين الناس اللي تعاونوني ماديا وكاين الناس اللي دابا حاليا مازال ما عاونونيش ولكن موعدين ان غيعاونوا بنتي صحيا، يعني واحد الجمعيه في اسبانيا في فرنسا دايره معايا ان شاء الله في هذا رمضان هذا غتدخل المغرب وغيجيو يشوفوا الصحيه ديال بنتي. وكاين واحد السيد من هذا المنبر الاسم ديالو محمد من ديال اسبانيا اللي كان تسمعني راه موعدني بزواج يسترني انا وبنتي ويدخلها في الورقه ديالها. بصراحه فرحت بزاف حيت هو قال لي راه كاينين عطا الله البنات ندخل المغرب ويمكن نتزوج اي وحده، ولكن انا بقات في ذاك البنت يعني بحكم انها باها نكرها، يعني انا فيها انا تحسبني انا باها انا خوها انا عمها انا عائلتها كلها، بحكم ان لا عائله باها ولا عائله امها يعني ناكرينها حتى شي واحد، يعني ما عندهاش العائلات بجوج، يعني انا عائلتي هي عائلتها وانا هو باها وانا هو خوها وانا هو كل شيء في حياتها. انا سنوجه واحد الكلمه للاسره ديالي بصفه عامه، لا الاب ولا الام ولا اخوتي كاملين، لا من دراري ولا بنت. واخا تخليتو عليا ربي الحمد لله نصفني ووقف معايا ناس الحمد لله. انا واخا نتوما تخليتو عليا ربي ما تخلاش عليا، انا دابا بخير الحمد لله وفي اطار الزواج ان شاء الله من مورا رمضان. وهاد الكلمه هادي موجهه حتى الاب ديال بنتي الا كان في الاستماع. من هذا المنبر انا تنبارك العواشر رمضان المبارك كريم للناس المغاربه داخل المغرب ولا خارج المغرب، الناس كاملين اللي في العالم اللي تيشوفوني ماشي غير المغاربه، الناس كاملين اللي تيفهموا اللغه ديال المغربيه، رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله ويبعد علينا ان شاء الله هذا الوباء ان شاء الله يا ربي. وانا تنوعدكم بنتي ما عمري ما غنتخلى عليها وغتبقى بالحضن ديالي وما عمري ما غنعطيها. دابا الحمد لله جاب ليها واحد ربي واحد الاب اللي غيزيد يشجعني انني باش نزيد نشجع باش نكبر بنتي. ما تنساوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.